بالك فيه. انت عادي تخلي تاكل مالها، مش بتعطيني فكره عن كاباسيتي فينانسيال عندك. مش عطيك فكره عن كاباسيتي فينانسيال عندك. والله لا فهمت، سامحني. يعني كيفاش باش تعمل لهم البيرمون؟ لا تحب تعطيني سبيس، حاب نعطيك رقم الكونت في البوست، المهم اعطيني تو فلوس يخليك لبوش. لا خويا انت باش تعطيني بوش. سي مهدي، سي مهدي انت باش تدفع. ها؟ انت باش تدفع. باش تدفع. مش هما باش تعطي، انت باش تدفع. انت باش تدفع للشركة. اي سي مهدي انت امضيت عقد اللي تدفع فيه بعد الانفاق 50,000 دولار مقابل انك تمثل في لا كازا ديل بابيل، خاطر علاش؟ انا؟ اي باش نفسر لك علاش بالضبط، باش ما تكونش متفاجئ. حكاية عادية جدا، مسلسل يشاهدوا فيه أكثر من 3 مليار شخص. أنت أول عربي وأول تونسي باش يشرفنا، والناس الكل احنا وراك باش نشجعوك وتشرفنا في التظاهرة. إيه مش دخل هذا تشجعني باش عندك مقابل يعني. أنك تصور وتمثل العرب الكل باش تضحي بـ 50,000 دولار. أنت قلت عندك 50,000 دولار، ما قلتيش لا تفهمنا باش يصير فما دفع 50,000 دولار عند الإمضاء. واو السيد المحامي بحثينا معنا. سيدنا محامي مدير دخلنا في الطبعة تو كيما. طلعت على عقد ولا ما طلعتش على عقد؟ يا ودي تو ما قلتليش 150,000 دولار باش مدوهم لي. باه سي مهدي وسع بالك. ما وسعش بالي يا ملايين، كي تو تكلم فيا تجيب لي النات وتحاشي فيا قدام العباد وتعرفني عندي انا 150,000 دولار. هذاك علاش جبنا لك البنكاش؟ انا حاط بتونسي ما نعرفهاش انا قداش هذي. ما عندك حتى مشكل سي مهدي. احنا كبنك نجمو نعطيك تسجيلات على عميل. نعطيك 20,000 دينار كل شهر، حكايه فارغه. 20 مليون كل شهر لمده عامين. 20 مليون تو؟ لا انت تدفع 20 مليون باش تخلص ال 150,000 دولار في ظرف عامين. يعني شو ما تجيبش 20 مليون. سي مهدي تنجم ترهن الدار. شي تنجم ترهن الدار. كان ما عندكش باش تخلص. شاه ربي يزونا برسم امتكم يزونا بالحق، ما عادش فاهم شيء. انا واحد يقول لي ارهن دار، الاخر اعطيني فلوس. تمني شتني انا فلوس رايين برا سمك. يا مهدي نعمل لك على 5 سنين. اي تسهيلات مثلا يسهل لك عادي. كل مره تكلمني واحد تو. يا مهدي رانا لهنا موجودين الكل في سبيل نسهلوا لك الماموريه، خلي تمثل في المسلسل وتنورنا. يا ما عنديش فلوس. هاو البنكاج يعطيك. فلوس يا رايين تو جايبني باش انا نهز فلوس ونمشي نروح على روحي جست نصح فقط. يا ودي من لحظه نفسر لها الموضوع، نفسر لها الموضوع يا مهدي. في سوء فهم من مهدي في العقد. أمضى العقد وهو ماشي في باله اللي هو ياخذ ال 150 ألف دولار اللي يمثل معنا في الجزء السادس. ليش أنت شو شايف حالك يا زلمة؟ يبدك مش بك تحكي تكون معنا وراح تكون الأول العربي الأول. أنت أنت شو بك تحكي؟ وبدك يانا نعطيك مصاري؟ بالحق مهدي مش لوجيك. لا كازا ديل بابيل 3 مليار واحد راهو يتفرج فيها راهو يا مهدي. يعني أنت ليك الشرف اللي أنا معك هالحي. نعم كيفاش في باله بالموضوع؟ شو مفكر حالك؟ انت ليك الشرف اني انا معك. بتهزي يا مهدي شوف بس الرايع تو دخلنا في مواضيع اخرى تو طاح لي في قدري تو هذه معنا رايح راه حتى مدام ايناس جايه باش تعاونك. هاي وصل بينا شويه. يا انت ليش تضحكي؟ علاش فاهمين علاش تضحكي؟ فاهمين شي بيضحك؟ هيدا الشي بيضحك ليش؟ شو شايف حالك انت؟ انطونيو فونديرس؟ لنعطيك مصاري؟ شو؟ انا مهدي مهدوش. وسع بالك مدام كارل، وسع بالك، وسع بالك مدام كارل. تو هذيا تو هكا. هاي سمعت وسع بالك، احنا والله ما عادش فهمت شيء. هكا تو معناها شيء من 10 سنين باش تعمل لي كيما كان. وسع بالك، خلي نفهموك بالمعقول. بون شمايا مهدي وسع بالك اسمعني شويه. انت راه ما عادش فاهم حد شيء، خاطر دخلتوني في حاجه راهو لاسيغونس تخلص معناتها الكريدي. عاد وش قلت وش قلت يا مهدي؟ والله لا معقول هكا دخلتني في حيط وتحب تقتلني جايب لي هنا. ما عادش فاهم حد شيء انا. يعيشك يبارك فيك، يعيشك استاذ محمد، يعيشك يعيشك ربي يفضلك. لا لا اعطيني كونترا خويا وانسحب وما عادش حاسس بيك. كيف انت كهو انا نكرت فيه لو هذا ما عادش لا عادي ديما ولد بلادنا ومريق الامور كوار. اسمع مهدي مهدي خليه خليه عطا نخلط عليه. لا لا راجل قانون راه اخرج يا ريان انت وانت يا مهدي يا مهدي. كاميرا كاشي كاميرا كاشي كاميرا كاشي يا مهدي كاميرا كاشي. لحظه كاميرا كاشي باه هذه كاميرا كاشي هاي كاميرا كاشي. هو 150,000 دولار يعني الله يبارك لك يا عيش. مريقة لايف
مرحبا بك معنا في لكازا ستة اخويا. اه وادي لبنانيه ولا كيفاش؟ عسلامة. وين الشرف عندكم؟ خليك عايش معاك. وحياة كل قلب ونسحب زوجة ثانية وزوجة ثانية. ان شاء الله عدي عليك. ان شاء الله عدي عليك. ان شاء الله نشوفك في رمضان ورمضانك مبروك وكل عام وانت حي بخير خويا وان شاء الله ديما متالق باذن الله ان شاء الله عايشكم صحه شريبتكم صحه شريبتكم. اعزائي المشاهدين ان شاء الله تكون عجبتكم حلقه مهدي مهدوش ونستناكم غدوه في مواد جديد مع البروفيسور. كونوا في المواد شوفوكم غدوه. مدينة mi sono alzato, bella ciao, bella ciao. La mattina mi sono alzato e ho trovato l'invasore. Oh partigiano.